السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. صندوق إعادة الإعمار عنوان لقائمة طويلة من المهام الأبرز فيها إزالة الغبار من المدن اللي دنسها الإرهاب وعاث فيها تخريبا، لكن المهمة تغيرت وأصبح هذا الصندوق الصندوق الأسود خزنة فساد محكمة ومؤشرات الهدر ومنح الرخص لجهات مقربة لتعبث بدلالات التأكيد، خاصة مع الكم الكبير من المعلومات اللي ربما تقدم للقضاء وعلى أثرها سحبت يد رئيس الصندوق وسلم المنصب لآخر، غير أن حدة التنافس وطريقة نصب المكائد تقرع أجراس بدء الدعاية الانتخابية بين أقطاب المكون السني والموصوفة من شراراتها الأولى أنها قاسية. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، لما كان البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة اللي وضعتها نصب أعينها منذ الوهلة الأولى لبداية مشوارها السياسي والعملي بحسب الأولويات اللي أقرت، اليوم تضع تقريرها المفصل لأداء واجباتها بعد انتهاء نصف سنة من عمرها. هذا الموضوع والتقرير أجل يعزز نقاط القوة اللي عملت عليها الحكومة خلال المرحلة الماضية ومعالجة مواطن الضعف، الأمر اللي أشاد به المراقبون بأن الحكومة عملت بتنفيذ البرنامج الحكومي بما يتوفر من موارد وإمكانيات دون انتظار للمستحقات المالية في الموازنة للمشاريع اللي تم العمل عليها. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور عائد الهلالي عضو تحالف الفتح ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك دكتور، وكذلك أرحب بالأستاذ هشام رأفت الباحث السياسي ضيفا كريما في الأستوديو، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور عائد، نتحدث عن الإجراء الحكومي وأسأل حضرتك عن نظرة جنابك لهذا الأمر، يعني لما يكون هنالك إجراء من قبل الحكومة وإقالة رئيس الصندوق محمد العاني، هل تعتبر بأن هذا القرار قرار صائب؟ هل أنه أتى في وقت أم أتى متأخر، خاصة وأنه جاء وفقا لتهم فساد ومؤشرات لسوء إدارة؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ أحمد ولزميل العزيز أستاذ هشام ولقناتكم المقررة المشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد هنالك مؤشرات سلبية حول صندوق اعمار المناطق المحرره واداء في الفترات الماضيه. احنا نعرف انه هذا الصندوق مارس مهام عمله منذ فتره طويله وقد خصصت له مبالغ كبيره جدا سواء من الداخل او من الخارج، من الداخل العراقي ومن الخارج، التي جاءت اموال ضخمه جدا بحيث تجاوزت مليارات الدولارات، وقد اشرت مكامن فساد في اداء الصندوق وعمله، منها يعني ايكال أعمال إلى جهات بعينها مقربة من شخصيات سياسية ولربما إلى شخصيات سياسية، كذلك أنه الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، لا بل أن هنالك بعض المشاريع الوهمية ولا يوجد لها وجود إلا في الخارطة، وكذلك بالنسبة إلى لا يوجد هنالك ميزانيات ختامية أو محاسبات ختامية للمشاريع ومعرفة مدى ما تحقق من إنجاز وكذلك مدى ما لم يتحقق وما هي الأموال التي صرفت وما إلى ذلك. فبالتأكيد كنا هنالك حديث كبير جدا في الفترة الماضية، لكن أنه القرار بالنسبة لحكومة السيد محمد الشاعر السودان جاء متأخرا، لا، على اعتبار أنه الحكومة هي
لم يعني يكن عمرها أكثر من 6 أشهر إلى الآن. فبالتالي يعني هذا الإجراء التي قامت به حكومة السيد محمد الشياع السوداني يعتبر إجراء صحيح بعد أن شخصت الكثير من الأخطاء كما قلنا والمؤشرات السلبية حول الأداء لرئيس أو لمسؤول الصندوق والذي يشرف عليه السيد العاني وكذلك الفريق اللي موجود وحتى السياسيين. هناك التهم وصلت إلى أن بعض الساسة قد استأثروا بكميات كبيرة جدا من الأموال وصلت إلى يعني مبالغ خرافية وخيالية، وهذا مؤشر خطير جدا أن تكون هنالك إقطاعيات جديدة وتكون هنالك شخصيات تتحكم بالمال وتحجب هذا المال عن المناطق أو عن أبناء المناطق التي هي بأمس الحاجة إلى، ومن ثم عملية الاستئثار هذه عملية غير صحيحة وغير قانونية. اليوم الإجراء الذي اتخذه السيد محمد الشياع السوداني إجراء قانوني. نعم الحكومات الماضية كانت قد تلكأت وهي أيضا كانت محاسبة على هذا الموضوع وستبقى محاسبة لأنها لم تتخذ إجراء رادع بحق الصندوق ومن يشرف على الصندوق والفريق اللي موجود، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. اليوم هنالك كما تعلمون أكو توجه جديد من الحكومة العراقية، شفنا أن هيئة النزاهة تضرب بقوة في الأيام الماضية وقد ضربت شركات الصرافات وارتباطها بشركات السياحة وكيف كانت عملية تهريب الدولار وعملية سرقة الدولار من البنك المركزي بطريقة قانونية. فبالتالي الجهد الكبير، ولكن ملف هذا الصندوق يعني يجب أن يعامل بطريقة من هيئة النزاهة ومن كل الجهات الرقابية بطريقة مغايرة، وهذا ما سنعود إليه دكتور عائد. ولكن دعني جد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ هشام. نتحدث عن نينوى وديالة وصلاح الدين وحتى كركوك، هذه المناطق كلها متضررة من عبث داعش، لكنه من الملاحظ بأنها ما أنصفت في تخصيصات هذا الصندوق كما كان للأنبار، وهذا ما يؤكد الكثير من نواب هذه المحافظات، وأكدوا أيضا بأن العمل كان يجري وفق رغبة تقدم. طيب ليش الأنبار حظيت بهذه المساحة دون المحافظات الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك ولضيفك الكريم الدكتور عائد ولقناتكم الكريمة وإلى المشاهدين الكرام. فيما يتعلق في المناطق المحررة، بالتأكيد كان هناك نقلة نوعية في محافظة الأنبار وفي نينوى، بالتأكيد لا ينكر هذا العمل اللي أنجز على أراضيها، ولكون كانت مناطق منكوبة مدمرة سبب عصابات داعش والدمار اللي لحق بها. ولكن أيضا يعني بما يخص صلاح الدين أنه الإدارة، سوء الإدارة وسوء استخدام المال العام وسرقة ونهب المال العام في صلاح الدين أدى إلى عدم الإنصاف وإلى عدم إنجاز مشاريع في محافظة صلاح الدين. وبالتأكيد يعني ما نلاحظ أنه اليوم المحافظة في صلاح الدين بوضع سيء وأكثر يعني سيء أكثر مما يتصور، يعني أكثر مما تتصور. يعني أكو تخصيصات أستاذ هشام، أكو تخصيصات لصلاح الدين، هناك تخصيصات وصرفت التخصيصات وهناك مشاريع وهمية. وللأسف المحافظة الآن حسب التقارير اللي موجودة أنه المحافظة مطلوبة، يعني أنا ما أعرف شلون أنه محافظة مطلوبة، ما أدري يعني شنو السبب، والمشاريع متلكئة وتلاحظ يعني أمور عجيبة غريبة. يعني الحكومة وين؟ الحكومة المركزية وين؟ شنو دورها؟ شنو الرقابة اللي موجودة؟ وين النزاهة؟ ماكو رقابة. الرقابة لو تكون موجودة ما كان أن تصرف هذه الأموال بهذه الطريقة وبمشاريع وهمية. الآن يعني أنا شخصيا اللي أنا ما موظف لا بنزاهة ولا بأي جهة في الحكومة، أمتلك ملفات وإن شاء الله يعني يصير لنا الفرصة ونعرضها مشاريع وهمية فقط على وهمية. حضرتك توجه الكلام إلى الحكومة المركزية، وهذا الحديث يعني هو قريب من صراع الجبهات السنية أكثر من كونه هو في إدارة محلية. يعني هنا نتحدث عن تقدم وعزم، نتحدث عن مثنى السامرائي أستاذ هشام، يعني خلينا نسمي الأشياء مسمياتها. ليش إحنا ننكر هذا اللي يصير؟ نتحدث عن صندوق إعادة الإعمار
وبالتالي انه نشوفك تخصيصات تروح لمحافظه دون محافظات اخرى. الاعمار ابدا اي اعمار في صلاح الدين نسبه الانجاز قد يكون ما تتجاوز 10%. قارنه ويا الانبار. ماكو مقارنه ابدا. ليش الانبار دون صلاح الدين؟ يعني المسؤولين اللي موجودين هناك اشتغلوا بضمير وبحرص. شاركنا دكتور عائد يعني. يعني اشتغلوا بحرص وأدوا اشتغلوا بضمير. لما يكون هناك شغل بضمير ونواب المحافظات الأخرى، اسمح لي أستاذ هشام، لما يكون هناك شغل بضمير في الأنبار والمحافظات الأخرى المحررة محرومة لحد هذه اللحظة، هل هنالك سراق في هذه المحافظات وهنا اشتغلوا بضمير ام ان المعادلات السياسيه كانت هي الحاكمه دكتور؟ الفساد لا يخلو في جميع المحافظات. خلينا نوجه السؤال حتى نشارك. استاذ احمد حقيقه يعني انا يعني اضم صوتي الى صوت استاذ هشام، ولكن انه الصراع الحزبي والمناطقي على هذه المحافظات وارجحيه كتله على كتله اخرى هو الذي حال دون ان تكون هنالك تخصيصات ماليه لهذه المحافظه دون المحافظات الاخرى. احنا نعرف انه الثقل الان اللي موجود هو موجود في محافظه الانبار ونينوى على اعتبار هي من اكبر المناطق السنيه. عفوا دكتور هناك تخصيصات ولكن الاموال راحت مشاريع وهميه فقط. نعم على الورق. نعم استاذ هشام انا مع فقط أنا على معك. الورق هذه مشاريع موجوده واحنا نعرف بيها انا معك. وعندنا ملفاتها انا يعني معك. احنا ما نريد ندافع الى جهه معينه. لا لا ماكو اي دفاع دكتور عائد يعني حضرتك. لا لا انه فعلا يعني انه نينوى المشاريع سرقت اموالها. هسه سرقة أموال آمنت بالله، نينوى أكبر المحافظات المتضررة حضرتك شير دكتور عائد، سكان هذه المحافظة أيضا تضرروا، لكن الأنبار حظيت بضعف من هذه المشاريع، يعني نتحدث عن 570 مشروع وثلث هذه المشاريع لا وجود لها في الميدان. نعم أستاذ أحمد. يعني من يتحدث لي أستاذ هشام عن أن هنالك أنبياء في الأنبار. لا لا لا, 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 لا عفوا استاذ القضيه ليست بهذه الطريقه انه الفساد موجود في جميع المحافظات في جميع المحافظات موجود الفساد ولكن مشروع صار العمل هناك مشاريع بطريقه افضل من المحافظات الاخرى. استاذ هشام اذا سمحت لي هنالك مشاريع في الحقبه الماضيه في محافظه الانبار حصرا قد اشرتها الدوله واشرت حتى الحكومه المحليه من ان هنالك مشاريع وهميه طرق ب يعني اطوال تتجاوز ال 50 كيلومتر لا وجود لها الا على الورق وقد استلمت الاموال فبالتالي عمليه حيازه الاموال ودفعها باتجاه منطقه دون المناطق الاخرى هذا خاضع للصراعات الحزبيه والمناطقيه والعمليات الانتخابيه. احنا نعرف بالتاكيد ان هنالك خلاف عفوا استاذ هشام ان هنالك خلاف ما بين المكونات السنيه وهذا الخلاف بدأ واضحا بشكل كبير جدا. نعم. وتحول من خلاف غاطس إلى خلاف ظاهر اليوم الجميع يشخص حجم الخلاف اللي موجود وبالتالي عملية حرمان مناطق بعينها من الأموال والتخصيصات ودفعها باتجاه مكانات أخرى في محافظاتنا الغربية هذا أمر غير صحيح. الأمر مثل ما تفضل الدكتور الأمر غير صحيح فعلا ولكن ولكن هو أيضا من ضمن هذه الأمور من ضمن هذه الأمور حاليا الإقالة لمحمد العاني. نعم. هذه اقتربت الانتخابات وبدأت الأحزاب بالتسقيط وهذه أيضا يعني محمد العاني سابقا كان وكيل لوزارة الصناعة في زمن السيد محمد شاع السوداني كان وزير وأيضا شغل منصب وزير في وزارة التجارة وأيضا خرج وأيضا كان هناك كان مؤشرات ضده ويعني ما اعرف شنو السبب اعادته الى هذا الحال وايضا اليوم طلع وتحاسب هناك ورجع هنا وبعدين وبمناصب سياديه متسلسله. اين الحكومه من هذا الوضع كله؟ اين النزاهه من كل هذا الوضع؟ ولكن الان اليوم التسقيط السياسي بدا ظاهر مثل ما تفضل الدكتور عائد كان باطن والآن ظاهر لغرض مكاسب سياسية واتجاهات حزبية وبالفترة القادمة أيضا راح نشوف أكثر مشاكل وأكثر تعقيد بالوضع السياسي بالمكون السني وأيضا بالمكون الشيعي. ما دام أكو أحزاب الوضع لن يسير بسلاسة مستحيل. طيب ما تفضلت به أستاذ هشام خلينا عكس الدكتور عائد. دكتور عائد يعني يشير الأستاذ هشام بأنه فترة ماضية وكيف كانت العلاقة
لما كانت في وزارة عملوا بهما الشخصان. نعم. يعني هناك اتهام مباشر أن الصندوق كان تابع لجهة سياسية وهي الجهة تعد أنه مكتب اقتصادي إلها. نعم. اليوم انقطع هذا الخط, خط الوصل. ولما يتحدث الأستاذ هشام عن دور الحكومة, في الحكومة بطبيعة الحال اتخذت إجراءها. نعم. قد تعتقد صحة هذا الإجراء؟ يعني هل يبدو أنه أماني الإعمار طالتها يد الفساد, أم أن قطع اليد التي امتدت إلى المال العام وبالتالي هذه المشاريع وهم يتحدث عنها أستاذ هشام قد وضع حد إلها بهذا الاستبدال؟ أستاذ أحمد, كانت هنالك تهم موجهة إلى السيد صالح المطلق في ذلك, المطلق في ذلك الوقت. يعني هنالك أموال لربما أنه صرفت في تلك الفترة تجاوز الملياري دولار, وكان المشرف على هذا الصندوق هو السيد صالح المطلق. فهذا الموضوع أثير في الفترة الماضية, ولكن الموضوع تم تسويته وتم نسيانه طبعا بالتقادم, والشارع الآن والإعلام ما يتطرق لا من قريب ولا من بعيد. اليوم المشكلة الأساسية اللي نتحدث عنها أنه هذا الإجراء الذي قامت به حكومة السيد محمد شيع السودان هو جزء من إجراءات ملاحقة الفاسدين وأوكار الفساد التي ضربت أطناب الدولة العراقية في الفترة الماضية. هذا الموضوع كان مسكوت عنه خلال الفترة الماضية, وتم السكوت عنه لفترة طويلة تجاوزت أكثر من 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة لربما. فيه الشيء الكثير من الملفات, وأن فتحت هذه الملفات سوف تفتح جبهة كبيرة جدا. لربما أنا أشترك أو يعني أتوافق مع زميلي أستاذ هشام في قضية أنه لربما الفترة الحالية البعض يستخدمها كعملية انتخابية أو كتسقيط انتخاب, ما لنا علاقة بالحكومة جاي تتخذ إجراءات مثل ما ذهبت باتجاه إجراءات كثيرة جدا, إعمار, خدمات, بطاقة تموينية غيرها. الملف الفساد كان أحد المشاكل التي كانت تؤرق الحكومات الماضية وكانت تعتبر خط أحمر, ولا يستطيع أي مسؤول أو أي رئيس وزراء الاقتراب من هذه الملفات. لكن احنا نشوف أنه حكومة محمد الشاع السودان اليوم تضرب بقوة. فبالتالي محمد العاني, كل الاحترام والتقدير لشخص, احنا لحد الان ما نعرف انه الرجل متهم او ان الاحزاب اللي موجوده في تلك المناطق هي التي سيطرت واستحوذت على هذه الاموال. اعتقد انه هذا موضوع القضاء وموضوع النزاهه, وستوضح الايام ان شاء الله حقيقه هذا الامر. لكن هنالك اجحاف, يعني انت اذهب الى مناطق الدجيل, اذا الى مناطق بلد سيد غريب الضلوعيه, اذهب الى بيجي, بيجي اللي تعرضت إلى ما تعرضت إلى من يعني عمليات عسكرية كبرى. يعني مدينة خربة مهدمة إلى الآن, وهنالك ميزانيات قد صرفت لهذه المدينة, وهنالك أموال خصصت لها من مجلس إعمار المحافظات المتضررة. لكن اليوم ما نشوف أن هنالك أي شيء وصل إلى هذه المناطق. فالعملية عملية طبيعية وإجراء سليم جدا قامت به الحكومة, بعيد عن كل التسقيط وبعيد عن كل المناكفات وبعيد عن كل المعارك سواء كانت انتخابية أو غير انتخابية, ما لها علاقة حكومة محمد الشاعر. عفوا دكتور, لو تسمح لي أنه أنا ما عندي فد مشكلة. أرجو أنت تسمح لي, يا ريت يا ريت لو أن يكون لو يكون الموضوع الإجراء صحيح. احنا نتوقع يعني انه شو الموضوع, يمكن مثل نور زهير وجماعته, نور زهير وجماعته للأسف يعني انه ما اعرف. ارجوك سادة هشام عزيزي, اذا سمحت لي واذا تسمح لي سادة. نعم نعم. بخصوص قضية نور زهير وملفات الفساد الاخرى, هذا شأن القضاء العراقي. احنا اليوم كلنا نحترم ما يصدر عن القضاء العراقي, وقد صدر بالفترة الماضية قرارات تناولت جميع الشركاء السياسيين وجميع كل الأحزاب السياسية. أن يكون تكون الحكومة تضرب بيد من حديد. سيد الإجراءات. سيد الكريم, إجراءات الحكومة الآن وإن كانت يعني محدودة وإن كانت بطيئة, لأن حجم الفساد كبير, هذا جانب. الجانب الآخر, الإمكانيات المتوفرة للقضاء العراقي أيضا محدودة. أضف إلى ذلك أنه الموضوع كل قضية يحتاج إلى فترة زمنية للتحقيق فيها وكشف ملابساتها وتقديم الجنات إلى العدالة, وكل هذه الأمور تحتاج إلى وقت. أما أن تفتح جميع الملفات دفعة واحدة فهذا أمر مو طبيعي, مو صحيح, غير منطقي. لاحق المتهمين بقضايا الفساد ومرة نريد مالاتنا, ندور على الأموال اللي راح تنهب أو نهبت من هذه الصناديق أو من هذه الصفقات. نعم. أستاذ هشام, الصندوق جمعة أمواله من اتجاهين. الاتجاه الأول تخصيصات من الدولة. نعم. وايضا اكو عندنا منح من المنظمات الدوليه, من المنظمات الدوليه والدول الماليه, كسر بجمع
معناه انه صندوق بارقام كبيره ومهوله من الاموال. حجم الاعمار يتناسب ويا المصروف او المرصود في هذا الصندوق؟ يعني هذه تقارير موجوده عند الحكومه المركزيه، وممكن ان نتابع هل هذه الاموال صرفت على المشاريع ونفذت، هل هذه الاموال صرفت على مشاريع وهميه وتم الاستحواذ عليها من قبل جهات او موظفين او العاملين على الصندوق. هذه هنا راح يوقف دور النزاهه والحكومه المركزيه بمتابعه هذه الامور. احنا اليوم نتحدث في بعض الاحيان يكون حديثنا اشبه بعابر السبيل، على الرغم من انه يعني عندنا قسم جزء ولكن ما نمتلك كل هذه الاوراق، كل الاوراق الرسميه والثبوتيه على هذا الصندوق ومصروفاته. نقول هنا النزاهه راح تاخذ الدور، والمحاكم ايضا المختصه ايضا راح تكون لها الدور في محاسبه الفاسدين والذين اختلسوا المال العام وتسببوا بدمار هذه المناطق. اكو ناس يعني صار واجهه، ارجع لك بها استاذ هشام، لهذه الواجهات السياسيه، ولكن خلينا في داخل هذا الصندوق. لما يقال دكتور عائد، يقال رئيس الصندوق محمد العاني بتهم الفساد اللي تلاحقه، هذا الموضوع راح يفتح باب اوسع للخوض في الاسماء الشريكه؟ نعم استاذ احمد، حقيقه كل من شريكه خليه يطلع. الاموال التي هدرت او الاموال التي سرقت في صندوق اعمار المناطق الغربيه كما اسلفت جنابك الكريم انه ارقام مهوله وكبيره ومخيفه، فاليوم لا توجد خطوط حمراء باتجاه هذه الجهه او تلك. اي مبلغ عراقي قد أخذ من ميزانية الدولة العراقية لصالح جهة فاسدة أو لصالح حزب معين أو لصالح شخصية معينة يجب أن يعود إلى ميزانية الدولة من أجل إنفاقه في إصلاح الضرر الكبير اللي أحدثته الكتل السياسية. حقيقة أن هنالك أزمة كبيرة جدا في هذا الموضوع، وهنالك غياب للوطنية من قبل الكتل السياسية التي مارست سطوتها بشكل كبير جدا، وخصوصا في هذه المحافظات في الفترة الماضية، مستفيدة من المناخ الذي كان سائد في تلك الفترة، وهو مناخ أنه هذه المحافظات بعيدة عن عين الرقابة، لربما هذه المناطق لا نستطيع أن نحرك فيها أي ملف لأنها قد خرجت توا من حقبة مظلمة. فبالتالي أنه الأموال اليوم عندما تصرف فهنالك لربما حسابات ختامية أو لربما مراجعات أو لربما تقييم أداء، لكن المشكلة أن الحكومات التي تعاقبت على إدارة هذه المحافظات خلال الفترة الماضية لم تستطيع أن تقدم أي منجز حقيقي. نعم نتحدث عن وجود أنه هنالك منجز في الأنبار وهنالك منجز في صلاح في الموصل، هذه المنجزات حقيقة لربما حديثت حياة صار لها أقل من سنة من قانون الأمن الغذائي بدأت الشروع فيها والعمل فيها، وبالتالي المشاريع الآن ما لها علاقة بصندوق الإعمار إعمار المناطق المتضررة. اليوم احنا نتحدث عن أزمة كبيرة لربما تفوق بشكل كبير جدا أزمة الضمانات الضريبية. اليوم نتحدث عن مبالغ قد هدرت أو مبالغ قد سرقت تتجاوز عشرات المليارات، لأن المناطق اللي تضررت خصصت لها مبالغ كبيرة جدا. كما قلت في مساحة سياسية جديدة، حضرتك تحدثت دكتور عائد بأنه مساحة التحرير أنجزناها، وراح ندخل في مساحة انتخابية أستاذ هشام، وتجاذبات سياسية سنية تحديدا رافقت هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع برأيك هل راح يعطي إشارة أو صافرة إنذار أو صافرة بدء في المبارزة الانتخابية اللي راح بانت بوادرها؟ أيام قاسية تنتظر الجبهة السنية، يعني تبدأ محاولات سحب البساط، حضرتك هكذا ترى أن المزاج السياسي بدأ الصراع السياسي، بدأت الانتخابات تقترب، وهذه كلها عبارة عن صراعات سياسية لا أكثر. هذه مجرد ملفات تفتح مؤقتة وخلص داخل الجبهة السنية؟ نعم. من المتضرر فيها؟ معدة محافظات شريكة بالإعمار؟ الجميع متضرر، المواطن المتضرر الوحيد. أكو محافظات أكثر ضررا؟ إذا تسمح لي أستاذي العزيز، فضل. أنا أكو فد كلمة للسيد رئيس الوزراء وإلى من يهمه الأمر من المسؤولين في الحكومة العراقية وكذلك المنظمات الدولية والأمم المتحدة.
عما يحصل في صلاح الدين وخاصة في سامراء. في صندوق العمار يعني؟ لا اسمح لي خلي صندوق العمار هسه نتطرق له بعدين. عما يحصل في مدينة سامراء، للأسف سامراء في بين فترة وأخرى تحصل هناك مشكلة كارثة نكبة إنسانية على المدينة. هذه المدينة المحاصرة، هذه المدينة المحاصرة بالسور الكونكريتي الصبات منذ 20 عام. بعد ما نزح أهالي سامراء وأجزاء كبيرة من صلاح الدين لجأوا إلى داخل سامراء داخل هذا السور. الآن هناك تجاوزات من المواطنين على الأراضي العائدة للدولة، والعدد العوائل المتجاوزة الآن لا يقل عن 5000 دار سكني داخل مدينة سامراء. الآن بدأ التفليش الدور وترحيلهم بذريعة أنه هذه الأراضي تابعة إلى الدولة. نحن مع القانون وضد المتجاوزين، ولكن سامراء حالة خاصة، حالة خاصة جدا على اعتبار المناطق المجاورة للمدينة. أشكرك. حوصرت من قبل داعش. أشكرك. شكرا. والجميع حوصر داخل المدينة. يا سيدي رئيس الوزراء، الآن الناس يستغيثون المدينة بوضع لا يطاق. إن كنا عراقيين فيجب على الحكومة أن تهتم بسكن المواطن، وإذا لم نكن عراقيين احنا من هسه احنا مستعدين حتى لو كنا عراقيين انطونا جوازاتنا ونطلب لجوء انساني حتى لو كان الى الصومال الى الصومال الى ان تجي حكومة لفترة خمس سنوات وتعيد هذا الموضوع. الوضع لا يطاق، الوضع لا يصلح للعيش ابدا. نواب المحافظات هم الذين طالبوا بان هذا الصندوق هو اصبح باتجاه محافظة الأنبار دون المحافظات نعم الأخرى. نعم نعم، بدليل وهي هدم الفساد. أقصى تطالب رئيس الوزراء من هو يسيطر على هذا النواب هذه المحافظات. نواب المحافظات إذا نطلب من المحكمة، نطلب من المحكمة ومن السيد رئيس الوزراء إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومحاسبتهم عن حقوق هؤلاء الناس. شكرا جزيلا الأستاذ هشام رأفت البحث السياسي الحوار في هذا الموضوع. دكتور عادل هلالي أرجو أن تتفضل البقاء معي في الملف الآخر، نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات اللي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف اللي أقرت في البرنامج الحكومي. أما التقرير الخاص بعمل الحكومة إجا ليوضح نسب الإنجاز وعدم إعطاء نسب إنجاز عالية تبرز في وسائل الإعلام، في حين لا يجدها المواطن ملموسة على أرض الواقع كما في الحكومة السابقة. خلونا نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة ونناقشه ويا ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. مراحل عبرتها الحكومة الحالية في خارطة الإصلاح التي وضعتها منذ بداية تسلمها المهام قبل التخصيصات المالية في الموازنة، عملت بما متوفر من الإمكانات والجهود والموارد في الوزارات والمحافظات وفق الصلاحيات المتاحة حتى وصلت مراحل متقدمة من إنجازات ذكرها المراقبون. أما بعد انتهاء نصف سنة فعلية من العمل على تحقيق البرنامج الحكومي الذي وعدت به، تقدم تقريرها النصف سنوي عن أداء وسير العمل ضمن الخطط الموضوعة للبرنامج الحكومي الذي أقر في 22 من كانون الأول لعام 2022. فبين جلسة إقرار البرنامج الحكومي وتقديم تقرير العمل به خلال 6 أشهر الماضية، متابعة وتدقيق متواصل لعمل الكابينة الوزارية التي جرت عليها التعديلات والتغييرات على إثر شبهات الفساد والتمهل بالأداء. خدمات قدمتها الحكومة في تلك المرحلة تنوعت بين إعمار الطرق والمشاريع المتلكئة، إضافة إلى أكثر من 20 مؤسسة صحية وتأهيل ما يقارب 400 مدرسة بين المحافظات، وكذلك إطلاق 35 مشروعا لتخفيف الزحامات المرورية، وخدمات أخرى عملت على تحقيقها الحكومة الحالية التي حظيت بإشادة وترحيب من قبل الأوساط السياسية والشعبية. نهى الشمري، الأيام.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بالدكتور عادل هلالي عضو تحالف الفتح ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا بك دكتور. شكرا. وينضم معي ضيفا كريما الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور عاد، 6 أشهر من عمل حكومة السوداني، هل نستطيع الحكم عليها الآن أم أن قرار التقييم لا زال مبكر؟ شكرا جزيلا، أرحب بك مرة ثانية أستاذ أحمد وبالزميل العزيز الضيف الكريم وكذلك المشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد بات واضح للقاصي والداني أنه ما تحقق من البرنامج الحكومي اللي أطلقته حكومة السيد محمد الشياع السوداني ويسير بالاتجاه الصحيح. نحن نعلم أنه الفجوة كبيرة جدا بين ما تحقق وبين ما يأمل أو تطمح له حكومة السيد محمد الشياع السوداني أو الشارع العراقي التواق لأن يكون هنالك عراق جديد. هذا العراق تتوفر فيه كل معنى الحياة وتتوفر فيه كل معنى الخدمات اللي يحتاجها المواطن. احنا شفنا انه على سبيل المثال العاصمة بالفترة الماضية لا يوجد طريق معبد واحد في العاصمة، كل الطرق هي من الحقبة الماضية، وبالتالي التخسفات والتكسرات الموجودة في الشوارع الرئيسية والأزقة وحتى الفرعية لم تسلم من الدمار والخراب، والحكومات السابقة حقيقة لم تألو هذا الموضوع جهد لأسباب كثيرة جدا، منها المحاصصات، منها المناكفات الحزبية، منها عدم وجود تخصيصات كافية، الحروب وداعش وما إلى ذلك. لكن احنا اليوم نشوف أن هنالك استقرار أمني وسياسي في ظل حكومة السيد محمد الشياع السوداني، والرجل شرع منذ اليوم الأول وقاد حملة كبيرة جدا استهدفت مفاصل عديدة جدا من الدولة العراقية، استهدف الخدمات، إصلاح البنى التحتية، استهدف البطاقة التموينية، استهدف الرعاية الاجتماعية، استهدف وضعية الدرجات الوظيفية، استهدف أمور كثيرة. فبالتالي ماكو حكومة أستاذ أحمد اليوم قادرة على أن تلبي احتياجات المواطن بهذه الاتجاهات بمجملها. يعني الموضوع صعب جدا، يحتاج إلى جهد كبير جدا. احنا شفنا اليوم التقرير الحكومي يتحدث عن 400 مدرسة إلا ربما تحدث، أو تحدث عن 5 مدن، تحدث عن 25 مؤسسة صحية. هذا خلال فترة زمنية، خلال فترة 6 أشهر، يعتبر إنجاز كبير جدا. أما إذا أتيحت الفرصة للحكومة وبدأت بالشروع بإجراء تعاقدات مع شركات عالمية اليوم هذا بالجهود الذاتية، وإحنا شفنا أنه الفترة الماضية أيضا شهدت تعطل العمل نتيجة عدم وجود موازنة. اليوم عملية إقرار موازنة بعد 6 أشهر يعني بالتمام والكمال، اليوم حقيقة الموازنة نشرت في جريدة الوقائع العراقية، وهذا الموضوع يدلل على أن الحكومة كانت تعمل بمجهودات ذاتية أو تعمل بمنطقة الموازنة بالتأكيد، وهذا أيضا الغذائي يحسب للحكومة أنها ما انتظرت، وهسه الموازنة كانت بأثر رجع من بداية السنة. أستاذ علاء حياك الله مجددا، عمل في الميدان والإشراف المباشر على كل هذه المسارات اللي وردت بالبرنامج الحكومي واللي أشارت كثير منها دكتور عاد الهلالي، نتحدث عن الاهتمام بأدق التفاصيل، هل يمكن القول بأنها كانت العنصر الأساس في تدعيم العمل وعادة الثقة بالشارع العراقي من جهة وبالنظام السياسي من جهة أخرى؟ جد الترحيب حضرتك أستاذ أحمد وضيفك الكريم وبكل مشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة هذه الحكومة استلمت وضع اقتصادي واجتماعي ومالي وسياسي على شفا حفرة من الانهيار، وبالتالي هذه الحكومة واجهت تحديات كبيرة أمامها بتنفيذ برنامج حكومي صحيح من أجل القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية من أجل تغيير الواقع الذي تأزم على مدار 20 عام. لذلك وضعت الحكومة شعار حكومة تقديم خدمات، وشرعت بتنفيذ الأولويات الخمسة المتمثلة بمحاربة الفقر والبطالة وتغيير مستوى الخدمات ومحاربة والفساد الإداري والمالي وأيضا إجراء الإصلاح الاقتصادي. هذه الملفات الحيوية والضخمة التي كانت متروكة ومتراكمة منذ سنوات أكيد حركتها والعمل على استئصال هذا السرطان الكبير يحتاج إلى جهد مضاعف، يحتاج إلى إرادة. أولا أن هذه الحكومة ما تمتاز به عن الحكومات السابقة هي أنها تمتاز بإرادة التنفيذ وجديتها بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي. لذلك شرعت منذ اليوم الأول بتنفيذ برنامجها الخدمي وبجهود ذاتية وبإمكانيات محدودة بسبب عدم إقرار الموازنة. لذلك هذا النجاح يحسب لحكومة السيد السوداني أولا. ثانيا أنه هذه الحكومة عملت على تغيير الأساسات وتغيير القناعات
للمواطن وللناخب بشكل عام. يعني نجاح هذه الحكومة يمثل نجاح للعملية السياسية على مدار انقاذ للعشرين سنة السابقة. أما في حالة فشلها لا سامح الله فهذا يعني انهيار العملية السياسية، ونحن مقبلين على انتخابات مجالس محافظات، القوى السياسية تبحث عن مكاسب، لذلك هذه الحكومة حظيت بدعم برلماني ودعم سياسي ودولي من أجل نجاحها. بالإضافة ذلك الحكومة نجحت بالملفات الخارجية بالقيام بمشاريع كانت معطلة ومتوقفة، منها مشروع طريق التنمية، هذا المشروع الحيوي الذي سيرفد الموازنة بإيرادات مساهمة ومساعدة مع الإيرادات النفطية، لذلك إلى الشروع بإكمال ميناء الفاو الكبير، وأيضا الاتفاقية الصينية اليوم اللي نرى لها تخصيصات الموازنة ضمن بناء المدارس والقيام بمشاريع أخرى، كل هذه الملف، ما أيضا ملف الطاقة الكهربائية وملف عقود التراخيص واستثمار الغاز المصاحب اللي كان يحرق على مدار سنوات، أيضا افتتاح مصفى كربلاء، افتتاح مؤسسات، كل هذا طبعا يحسب إنجاز. لكن تسأل هل هذا بمستوى الطموح؟ أقول لا يلبي مستوى الطموح، لأن التحدي كبير جدا، هناك طموح وسقف عالي لدى المواطن العراقي، وهناك تحديات تواجه الحكومة، وهناك برنامج عمل. نقدر نقول لو نظرنا إلى النصف المليان من القدح نلاحظ أن هناك إنجازات وهناك مشاريع كانت معدومة وخدمات غير موجودة، اليوم هناك حركة. نعم، نأخذ التحديات والفرص اللي أتيحت للحكومة. دكتور عائد، يعني الهدوء السياسي حفز كثيرا من نتائج الاهتمام بالبرنامج الحكومي، هذا شيء لا ينكر. طبعا ما كان أكون خراط في التقاطعات السياسية وغيرها من ما كان يحدث سابقا، لكن نحن أيضا مقبلين في النصف الثاني من السنة الأولى لعمر هذه الحكومة، انتخابات محلية، قوانين مصيرية مثل قانون النفط والغاز، هل راح تمر هذه الملفات بسلام دون أن يتعكر صفو العلاقة السياسية بين مختلف الجهات، أم راح تترك أثر أيضا وتحديات تواجه الحكومة؟ سيدي الكريم، أعتقد أن الكتل السياسية الأخرى التي تقف الآن لربما في جبهة المعارضة التي عارضت الحكومة منذ التشكيل الأول، ونقصد بهم الأخوة الصدريين أو الذين يتماهون أو لربما يقتربون من تفكير الأخوة الصدريين، هم الآن على ما أعتقد وبرؤيتي الخاصة أنه يقفون إجلال واحترام إلى ما تقوم به حكومة السيد محمد الشياع السوداني. جميع الملفات التي كان يتحدثون عنها في الفترة الماضية والتي كانت محط اهتمام الأخوة هي محاربة الفساد ومكافحة الفساد، توفير فرص العمل، الخدمات وما إلى ذلك. الحكومة الآن جادة في هذا الموضوع، وقد شرعت في برنامج وأطلقت برامج كبيرة جدا تستهدف الارتقاء بالواقع العراقي في كل المجالات وعلى كافة الصعد. فبالتالي اليوم هنالك أيضا نفس يتحدث عن أنه مظاهرات، المظاهرات عن ماذا؟ يعني فرص عمل، وقد وفرت هذه الحكومة أكثر من لربما مليون فرصة عمل خلال الموازنة الحالية. الخدمات، والحكومة عازمة وعاقدة العزم بشكل كبير جدا، وقد ارتفع سقف إنتاج الطاقة الكهربائية إلى ما يتجاوز 24,000 ميجاوات، وهذا حالة غير مسبوقة. الخدمات وتقدم إلى المناطق الفقيرة والمناطق المحرومة والمناطق البائسة قبل المناطق التي تتمتع بإمكانية لربما اقتصادية أفضل من غيرها. فهذه الأمور اللي يتم الآن معالجتها من قبل حكومتنا، حكومة السيد محمد الشياع السوداني، جديرة بالاحترام وجديرة بأن نقف معها ونساندها وندفع بهذا الاتجاه. أضف إلى ما تفضلت بجنابك وهذا الاستقرار السياسي التي تشهده الدولة العراقية وهو حالة غير مسبوقة، الاستقرار الأمني أيضا، الدعم الإقليمي والدولي، تهافت الدول الكبرى قبل دول الجوار على أن يكون لها موطئ قدم في مشاريع وبرامج التنمية والتطوير التي أطلقتها حكومة محمد الشياع السوداني بالفترة الماضية. نتحدث عن دول كبرى مثل ألمانيا، مثل فرنسا، مثل إيطاليا، مثل إسبانيا، مثل الصين، مثل دول لها شأن كبير جدا ولها باع كبير جدا، ودول تشكل مركز وثقل اقتصادي عالمي كبير. فبالتالي عملية نقل التجارب إلى العراق من خلال هذه الدول والشروع في اتفاقات مع هذه الدول من خلال برامج وضعت سلفا من قبل حكومة محمد الشياع السوداني
وهي البرامج التي تريد أن تنوع مصادر الدخل العراقي وتبتعد بشكل كبير جدا عن الاقتصاد الريعي المعتمد فقط على مصدر واحد ألا وهو النفط. اليوم لربما نشهد بعد زيارة أمير قطر إلى العراق أن يكون هنالك قد وقعت اتفاقيات مع أمير قطر أو مع دولة قطر فيما يخص الطاقة وما يخص أمور كثيرة. قطر احنا نعرف أنه لديها يعني صناديق سيادية في كافة دول العالم ولديها تتجاوز ال 460 مليار دولار تنوعت ما بين الفندقة والسياحة والرياضة والطاقة وأمور كثيرة جدا جدا للبنوك وغيره. عملية وجود قطر أيضا في العراق لربما تساعد على تحديث المؤسسات الإدارية العراقية وتطويرها والارتقاء بها. اليوم إذا أجت الإمارات نفس الحالة، إذا أجت العربية السعودية أيضا نفس، والكل لديه الرغبة وبذات الرغبة أن يكون هنالك لديهم وجود داخل العراق من أجل أن يكون لديهم مشاركة فاعلة. فبالتالي العراق اليوم يعني يعتبر هذه المجريات. نعم دكتور عاد، آسف مقاطعة أستاذ، على هذه المجريات يتحدث عنها دكتور عادل هلالي، هل راح تكون كفيلة بالتخلص من الأذرع اللي جثمت على جسد الدوائر ومؤسسات الدولة؟ هذا الموضوع هل راح يعظم من هذه النتائج في النصف الثاني من عمر الحكومة؟ تناولنا أيضا بالملف الأول تابعت حضرتك. نعم. العدد اللي أقيل غير قليل بالمرة. نعم، يعني الحكومة جادة بشروع بالإصلاحات خصوصا في مجال الإصلاح الإداري، وطبعا صدرت عدة تعليمات من أجل القيام بأولا وضع استمارات لتقييم أصحاب المناصب العليا، الوزراء الوكلاء المدراء العامين يخضعون للتقييم من قبل السيد رئيس الوزراء ومن قبل اللجان خاصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا طبعا إنجاز بحد ذاته، لأن اليوم الرجل الذي يعمل يبقى بمكانه، واللي ما يعمل وما يستطيع أنه حتى وإن كانت هناك محاصصة للمناصب السيادية والسياسية يجب تقديم الكفاءات لهذه المناصب، بحيث أنه يكون رئيس الوزراء عندما أعلن أنه خلال الستة أشهر الأولى سيقوم بتغييرات وزارية في حالة أنه فشل الوزراء اللي رشحتهم الكتل سيقوم هو بترشيح الوزراء المناسبين، لأن الوزارات هي اليوم الأذرع الأساسية لتنفيذ الحكومة لبرنامجها الحكومي. الأذرع يعني التنفيذية. التنفيذية، ولكن نعم. الأموال والموازنة أيضا جدا مهمة وأشارها الدكتور عائد، يعني العمل نعم. كان يجري بدون تخصيصات مالية وسار على، لكن اليوم دخلت الموازنة العامة حيز التنفيذ ثلاث سنوات، تغلبت على فقرة التعطيل الحاصلة في بداية السنة. نعم هذا دافع يشكل، راح يمكن أنه نقرأ استفادة الحكومة من هذه النقطة في تنفيذ برنامجها. هذا يشكل نقطة إيجابية، يعطي رسالة على الحكومة للقيام بمشاريعها، المشاريع الاستثمارية بكل أريحية ضمن البرنامج الحكومي. بالإضافة إلى ذلك هذا أعطى رسائل إلى الدول الأخرى الخارجية التي تحاول الاستثمار في العراق أن هناك إمكانية مالية، خصوصا في ملف الكهرباء، في ملف عقود التراخيص، استثمار الغاز، كل هذا يعطي استثمار بفائدة العراق لو بفائدة الدول. يعني أكيد بفائدة العراق. خبراء اقتصاديين وحضرتك تقول إنه هذا الاستفادة راح تروح لدول أخرى دون استفادة. نعم العراق. لا لكن الاستثمار في مجال مثلاً طريق التنمية، هذا الطريق الحيوي المهم جداً. اليوم 10 دول من خلال شركاتها قدمت استثماراتها. اليوم يعني رؤوس أموال تجي إلى داخل العراق تقيم مشاريع في العراق، شنو الضرر من عتها؟ المملكة العربية السعودية طرحت مبالغ كبيرة للقيام بمشاريع استثمارية. طيب. قطر أيضا مشاركة مع الجمهورية مصر العربية مع الأردن. اليوم علاقاتنا بمحيطنا الإقليمي الخارجي علاقات اقتصادية جيدة ومشجعة للقيام بمشاريع تنموية، هذا اللي كنا ننتظره على مدار سنوات، أن يأخذ العراق موقعه الجغرافي الحقيقي كلاعب أساسي في المنطقة. واليوم طيب. دخل العراق بترطيب الأجواء بين السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. طيب. راح تستوعب الكتل السياسية وقطر. إذا تسمح لي أستاذ على دكتور عائد، يعني تؤمن هذه الكتل السياسية بأن هذه النجاحات هي ليست فقط نجاحات للحكومة بل نجاح للجميع، بما أنه الجميع في سفينة واحدة إذا غرقت غرق للجميع لا سمح الله، خاصة وأن ولادتها كانت إعجازية فهي جاءت في ظروف معقدة وصعبة جدا. نعم نعم استاذ احمد، بالتاكيد مثل ما تحدث جنابك ان الظروف التي انتجت الحكومه الحاليه وهذا التعقيد الكبير جدا الذي رافق عمليه العمليه الانتخابيه والنتائج التي تمخضت عنها كادت ان تودي بالبلد الى هاويه سحيقه جدا، وكادت تعصب بالعمليه السياسيه، وكادت ان تقضي على الدوله العراقيه برمتها، وما تحقق من منجز ولو كان منجز بسيط جدا. اليوم إعادة الثقة مع المواطن بالعملية السياسية، وأعتقد وأنا أتحدث من أكثر من منصة أنه الانتخابات القادمة سوف تشهد
تغير غير مسبوق. احنا شفنا انه الانتخابات الماضيه بدات بالتاكل شيئا فشيئا، ومن ثم اصبحت عمليه القدوم الى العمليه الذهاب باتجاه الانتخابات يعني من قبل المواطن العراقي ضعيفه جدا. اليوم سوف تكون هنالك استفاقه من قبل الشارع العراقي، لان اليوم يعني حقيقه واضحه جدا انه هنالك تعزيز للثقه، وهنالك اعاده الثقه ما بين كما قلنا ما بين المواطن وما بين قيادته السياسيه. الكتل السياسيه بالتاكيد سوف تستفيد من كل هذه الانجازات والمنجز المتحقق من قبل حكومه السيد محمد الشيع السوداني، على اعتبار انه مساحتها سوف تتوسع في الايام القادمه، لانها تقف خلف هذه الحكومه وتدفع بهذه الحكومه، وقد صححت الافكار التي كانت تقول انه هذه الكتل السياسيه كانت هي اس الفساد والمشكله الاساسيه التي كانت تعيق عمل اي حكومه كانت في الماضي. من هنا لربما الاستفاده الكبيره، واحنا راح نشوف انه تجربه انتخابات مجالس المحافظات يعني سوف تكون اول الغيث، واعتقد انه تجربه الانتخابات البرلمانيه سوف تكون هي المخاض الحقيقي، والمختبر الذي تختبر فيه الكتل السياسيه حجومها وتختبر فيه برامجها. على كل حال انه علينا ان ندرك شيء واحد، انه العمليه السياسيه اليوم ذاهبه باتجاه تصحيح مسارات الاخطاء التي حصلت في الماضي، وذاهبه بانتاج عمليه سياسيه جديده. هذه العمليه مختلفه بكل شيء. اليوم البيئة الاستثمارية اللي على الدولة أن واجب على الدولة أن توفرها للشركات العالمية يجب أن يكون فيها تحديث بكل المستويات، تحديث في مجال البنى التحتية، تحديث في مجال الاتصالات والتقنية الرقمية، تحديث في مجالات الضرائب والتشريعات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور الدولة ملزمة، فبالتالي حجم الفساد الذي كان مستجري في تلك الفترة سوف يتقلص تدريجيا، وسوف يكون هنالك إجراءات رادعة من قبل الحكومة الآن باتجاه اتخاذ هذه الخطوات التي تسهل وتعالج المشاكل. وأعتقد أن دولة رئيس الوزراء تحدث بشكل صريح وقال أنه استطعنا خلال هذه الفترة أن نوفر بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات الاستثمارية، وقد تحدث الزميل عن أنه هنالك أكثر من 10 دول، لربما أن لا هنالك أكثر من 10 دول تريد أن تستثمر. كما قلنا قبل قليل أنه موضوعة قطر ومشاركتها في العراق، كذلك هنالك مشروع آخر رديف إلى مشروع تنمية عفوا إذا تسمح لي أكمل أستاذ أحمد، ألا هو مشروع الطاقة المنقولة من منطقة الخليج العربي الذاهبة باتجاه أوروبا بعد أن استبدل الأوروبيين يعني كميات الطاقة التي كانوا يستخدمونها من دول أخرى غير روسيا. أضف إلى ذلك هنالك خط آخر هو خط الغاز الإسلامي المعطل الآن، والذي بدأ الشروع به في فترة الماضية، والذي يمتد من إيران باتجاه الحدود العراقية إلى الداخل العراقي، مرورا بالداخل العراقي إلى سوريا، ومن ثم يذهب إلى تركيا. نعم. وسوف يصبح هذا الخط يعني أيضا هذا ما توقع للحكومة العراقية في الفترة المقبلة إن شاء الله. عضو تحالف الفتح أثريت الحوار في ملفين، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستوديو، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي ضيفا كريما. مشاهدي الأحبة شكري موصول لكم، في أمان الله. شكرا جزيلا.